السلام عليكم الشباب، معكم ايوب من تول جيمين. اليوم ان شاء الله رجعنا لكم في هذا الفيديو الجديد في الشان ديال الحياة عبابس. هذا الفيديو هو الابيزود الثاني ديال توب 3 مروكان فيديوز اوف ذا ويك. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم غيكون واحد الشانجمون بسيط على مستوى الفيديو ديال التوب 3، والشانجمون غيكون بالفيديوهات اللي غنلوح لكم ماشي على اساس ان الاول هو الواعر فيهم، غنلوحو لكم على اساس الوقت اللي تلاحوا فيه. دونك بقاو معنا الدراري. اذا نبداو على بركه الله. اليوم جبنا لكم الدراري ثلاث الفيديوهات من ثلاث اليوتيوبرز مغاربه، والغريب ان كل واحد فيهم كيضرب لغه معينه. نكتشفوا مع بعضياتنا. اذا نبداو باول ومن افضل فيديوهات لحد السيمانه، الفيديو ديال زد اتش ار. واتس اب جايز، زد اتش ار، ويلكم باك تو ماي شانل، ويلكم تو ميتا كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3. كما كتشوفوا بخصوص ديزاين ديال الفيديو، راه نديرو واحد الكادر ديك الفيس كام ديالو، وحتى الدامبلي راه نديرو مصروع ومثير للانتباه. بالنسبه للمونتاج راه نديرو واحد المونتاج لي سامبل وزوين، واهم حاجه ما فيش اخطاء. اخر حاجه نهضروا عليها هي الكومونتاري. صراحه هذا كومونتاري من افضل لي كومونتاري باللونجلي اللي شفتهم في حتى دابا في المغاربه. كمل اخويا راك غادي. ندوزو دابا لتاني فيديو كانت لاحت السيمانة، وهو من أفضل الفيديوهات هاد السيمان، اللي هو الفيديو ديال وايت بي هورس ولا زكريا الرضاوي. خليكم بالنسبة للديزاين ديال الفيديو، راه تبارك الله عليه، ما عاد دابا نقول الدامبلي راه واعر ومثير، والكادر اللي ندير الفيس كام ديالو تا هو واعر، والطريقة اللي خلى بها الانترو واعرة. وبالنسبة للمونتاج ديال الفيديو راني هضرت عليه في الحلقة اللي قبل، مونتاج احترافي زوين سامبل ما كاينش الاخطاء، وهادي هي اهم حاجة في كاع لي مونتاج. تبارك الله عليك. اخر حاجة نهضروا عليها هي الكومونتاري. كومونتاري باللغة العربية الفصحى متقون، هضرت عليه كفاية في الحلقة اللي فاتت ومازال ما قدرتش نوصلو مزيان. خلي لكم الفيديو تفرجوا فيه وردوا عليا الاخبار. اذا تبارك الله على الاخ زكريا. ندوز دابا لثالث فيديو تلاحت السيمانة ومن أفضل الفيديوهات هاد السيمان، الفيديو ديال اي جي ار. بالنسبة للديزاين ديال الفيديو، ديزاين زوين، دامبنيل نقولو زوين، يقدر يخدم عليه مزيان باش يولي واعر، وحتى الانترو راه واعر. وبالنسبة للمونتاج هو مونتاج سامبل وزوين، غير واحد النصيحة ولي دير لي ترانزيسيون مثلا بين الانترو والفيديو، بحال الفيديو كيطلع مفاجأة خاصك ديرو كيطلع بحال زعما الاوباسيتي ديالو غادوك تزاد، غادوك تزاد الشعة ديال الفيديو. وبالنسبة للكومونتاري، كومونتاري دارجة مغربية 100%، هادي حاجة مزيانة. وبغيت نقولك بلي السيد ديالك كيشبه شوية السيد ديال واتش بي هورس، وهاد السير راه زوين بزاف. تبارك الله عليك خويا، نتمنى لك التوفيق. اذا الدراري هذه هي نهايه الحلقه ديال اليوم، نتمنى انها تعجبكم. الا عجبتكم دخلوا ديروا لايك للباج ديال الفيسبوك ديالنا، وتواصلوا معنا الا بغيتوا اي حاجه. وسمحوا لي شويه راه كنت مريض في هذا الفيديو، هادشي علاش ما هضرتش بزاف. اذا الدراري السلام عليكم.